الحمد لله الحمد لله. وانا مرحبا بكم عندي في بيتي وبيتكم كاملين انتم وليداتي، وشرف كبير هادو ملي جيتوا عندي ومناسبة الصلح. وكنتمنى يا ربي يبعدوا لي على ولدي وعلى بنياتي وخليوا المصير غادة. وكنطلب من الله ربي عاوليا وليدي ويتم غادي مهما محبوب الجماهير ومحبوب الناس خارج الوطن وداخل الوطن، وكيحبوه الناس وكيحبوه المتبعين ديالو وكيحبونا احنا معاهم، وعلى قبل متبعين وعلى قبل الحباب اللي طلبوني وعلى قبل ولادي اللي طلبوني عطيت تنازل، وحنا ما عندنا ما نديرو. اكيد ان كل قصه كنتعلموا منها بزاف ديال الحوايج. ايه ولدي، هاد القصه هادي شنو تعلمتوا منها؟ تعلمنا بها بزاف د الحوايج حنايا، حيت حنا غير مزيانين وكنبغيو الخير للانسان، والانسان كيبغي لينا الشر والاذى، ولكن كاين الله وحسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. تاخذوكم الناس ولكن عندنا الحباب ديالنا، والله يخلينا المتبعين ديالنا ويخلينا الحباب ديالنا باغينا وكيموتوا علينا وكنموتوا عليهم وكيموتوا على ولدي. انا عندي جوج وليدات، عندي عبدو وريضة، خوت ولادي وعندي بنياتي، الله يخليهم لي ويخلي البنيات للمسلمين كاملين. اي ام كتبغي تفرح بوليداتها وبنياتها. هاد الانتقادات اللي تعرضتوا لها اثرت نفسيا على رضا ولا لا؟ اثرت عليا انا بزاف واثرت على رضا وبزاف د الحوايج، فرتكت لي عش وبزاف د الحوايج. كيفاش زعما فرتكت لي عش؟ وما فهمتش. ايوا تجمع عشتو وخطبت ودرت اكثر من جدي وبغيت لي الحلال وبغيت لي وليداتي وديرهم، ما حدي باقا في الدنيا. باش كنا جايين في الطريق شنو الناس كيوقفوك وكيتصوروا معاك؟ محبوبه عند الناس. شهرتي محبوبه عند الناس، كيبغوني الناس، كنموت على الناس، اللي بغيني وبغي لي وليداتي كنموت انا بالطراب ديال رجلي خارج الوطن وداخل الوطن. شنو السبب ديال الحب الناس؟ علاش زعما بغاو؟ كيبغيني من عند الله، مرضية الوالدين، مرضية الكبير، مرضية الصغير، داري محلولة لأي واحد، مرحبا وألف مرحبا. أنا بنت الشعب وكنبغي الشعب، وتحية للشعب خارج الوطن وداخل الوطن. شنو الرسالة ديالك؟ الرسالة ديالي كنطلب من الله وهاد اللي طيف في ديك بيت الله، الله يشافي لينا ملك ديالنا ويخليه لينا ويخلي لينا تاج فوق الراس ويشافيه لبنيته ولده والعائله ديالو، والحمد لله. سمعنا بانك غديري قناه على اليوتيوب حتى انت وتدخلي ليها. ما بقاش عندها سكينه مفرشه، ما عندها ما تفرش. واحد كذب عليك؟ هالو تي فين وصلت به؟ تبعت الزربيه مسكينه باش جات المحكمه قبيله، ما عندهاش. هانتوما اخوان الدس، انت قطعت سرواليه باش بسلي رجليها قبيله باش دير تنازل. لا 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 لا، تبوش ولدي وخويا انا سامحه وولدي طلبته وسمحنا ومسامح كريم. خلي تعاودنا على شنو وقع معك انت ديال القيد. انا غترجع للقيد غيتها، ولكن غنعطيك دليل على انها درويجه. السيمانه اللي فاتت عطيها نرجعوا نشوفوا ديال القصه. شنو وقع السيمانه اللي فاتت؟ انت حاضر اش قالت لي؟ قلت لك ما تخليش خليه هو بغى يشوف هو يقول. اش قالت لي؟ سير بعد مني ما تهضرش معايا. دابا فين بالك انا؟ في داري. مرحبا بك داركم هذه. على شنو كان وقع؟ لانهم كيتهموك انت اللي سرقتي القناه لولدها البارح. قولها له في وجههم. لا 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 قالوها لينا، قالوا لينا هاد، ولكن قالوها لي. والبارح دويت انا وريدة ولد الشينويه حتى الثلاثه ديال الصباح حنا كنهضروا، وفرشنا هذاك اللي قالها ياك فرشناه، لقى حتى شي حاجه ما كاينه. قال لي انت خويا انت هذيك هذا كذا، الله يعاونك الله يسخر لك. حتى انا خويا جيت الصباح ما دخلتي المحكمه اش مديتي ليا؟ مديت لك البوشيت. يلا شد ما كتعطي شي واحد؟ لا نسولها. عاودينا على الكواليس ديال اللقاء ديالك مع العائله ديال القايده غيشه. شوف انا ام، وانا كيف عائلتها كيبغيو بنتهم حتى انا كنبغي بناتي، واي حاجه الله يسمح ليهم والله يسمح لينا. هادشي اللي كاين. التنازل فينا هو دابا؟ خداه صافي، مشى التنازل عطيناه. عطيتي المحامي ديالك؟ هضر معايا استاذ وقال لي عطي المحامي ديالك، عطيته المحامي ديالنا. واخا اليوم الجلسه الاخرى، اليوم الحكم بعد المداوله. ايوا هادشي اللي قسم الله، وهاديك البلاصه ما بغيناهاش لا احنا، ما بغى لها ولدي ما بغيتها لا انا. دوزتو العيد كبير؟ حتى حنا دوزنا ماشي هما هادوك،
انا وحده من وحده ومن ولدي مغرب، وحده من بزاف المشاكل، وحده من الضغوطات، وحده من التليفونات، وحده من الاولوي يعيرونا يسبونا بزاف الحوايج، ولكن كنبقاو عزاز عند الناس والناس كيبقاو عزاز علينا، ما كنديروش شي حاجه خايبه. وريضه كيدوز العيد في الامارات. ايوا دوزو بلا ما وما مقلق ما اي والله يحسن العوان، بالنسبه تحيد لي القناه ديالو، وبالنسبه يتبعوه، وبالنسبه رضا والتشينويه، والتشينويه تبع بزاف بزاف، ديروا بحالو وخدموا بحالو وعطيو للمغاربه ما يشوفوا، وتنتوما يدخلوا عندكم. واخا نرجعوا لعندكم نسولوا لونجري، عطيني مرحبا. اليوم شنا القضيه هذه غريبه وعجيبه، ان لونجري اليوم عدو الامس صديق اليوم، وفي القلب المنزل ديال الشينويات. اولا كنشكر الشينوي على الاستضافه ديالك في البيس ديالك، ونهار كبير هذا. شنو السبب ديال التواجد ديالك اليوم؟ سبب التواجد ديالي هو كنا في المحكمه تلاقينا وداكشي هذاك، ورضا بيدو كان دوا معايا قال لي باش نتلقى الام ديالو وداكشي هذاك، وعرضت عليها نظرها. يعني صافي كان الصلح جماعي. اكيد الحمد لله، يعني تم التنازل في اخر لحظه وداكشي هذاك ما بين رضا وغيتا، وهادشي اللي كنا كنتمناو اليوم. انا بقيت اقول لك قسما بالله حنان رضا ما كاينش، شتي حنا من رضا ما كاينش، رضا حنين بزاف، رضا هبيل، عطيه ربي على قد فعلو، غادي طالقة في يد ربي الكريم، في يد الله، وربي عمرو ما غادي يخيبه. الجميل في الامر هو ان المغاربه قلبهم كبير وكيتسامحوا سبحان الله. وياه حيت ما فينا والو ولدي، راه بني وخلي وسير، بني وعلي وسير وخلي، راه ما غادي ندو معنا حتى حاجه، راه ندو معنا فعالنا وعمالنا، صفي تشرب، راه مصر في الكرش وكيتغير. كنت مقلقه من نيزار؟ كنت مقلقه، كنت مقلقه. لا دني انا بحال ولدي بلا ما تبوش لي، لا صافي حنا مسامح كريم، لا مسامح كريم بحال ولدي. اليوم صفات الخواطر الحمد لله، صفينا الحمد لله، اللهم لك الحمد، ورجعات المياه المجاريه، اللهم لك الحمد. مريضه هو قلب المنزل ديالك، عطيه يقول شي كلمه. هكا ولدي ومرحبا. اول حاجه كنشكر خالتي لانها استضفتنا في المنزل ديالها رغم المشاكل اللي عندنا، وباش عرفوا انها قلبها بيض، راه صيفطات التنازل، سمعت الهضره ديال المغاربه، وسمعت الهضره ديالنا، وسمعت الهضره ديالكم انتم كصحافه، وصيفطات التنازل. مي بغيت نوضح واحد جوج حوايج باش الانسان بلا ما يمشي غلط فيا. انا غير تلا وقفت معاها، فرقت معاها من قلبي فهمتيني، بحكم الاكسبيريونس اللي دوزت انا وياها، راه ما وقفتش معاها لود عائلتها باش يكونوا فاهمين، الله يرحم بها الوالدين، باش انا نسمع راه مستحيل يدخل دراما. انا كنت معولي الا تزوجت بغيتها، راه انتم طلبوني تقولي لي عافاك لما جي عندنا نزار، حقاش ماشي من الاولين ولا من الثانيين، باش تكونوا فاهمين. مع كل احتراماتي ليكم، انا يعني متكبر يعني من عند الله فهمتيني، يعني الانسان اللي ما كيرتاحش ما كنعطيهش وقت بالرجوله. مي انا غيتا ملي قلت اني غنتزوج بها، هادشي ما كاينش بانني انا محروم ولا بزاف ديال الحوايج، عندي بزاف ديال الفرص، وزيد على ذلك باقي العمر صغير مشهور الحمد لله، عندي بزاف ديال الفرص اللي بعض الناس كيجيهم صعاب فهمتيني. مي الا اختارت غيتا فرغيتا تشاركت انا وياها الحاره والحلوه، وتشاركت معها بزاف ديال الحوايج. اسمح لي قطعتك بيني وبينك، ما طلع لكش هادشي هذا في راسك؟ ثاني نجاوبك على سؤالك الله نجري ابلاتي، يعني باش انا غادي نسمع ما عمره ما يدخل للدار ما اول حاجه كون خليته القضيه ليا انا، كنت تنازل وصلني شحال هادي، وكل رضا صيفط لي التنازل، وكل رغيت خرج هاد ديك الجلسه قبلتي نقول غير واحد الخاتم نعطيو الاول خروج اعلامي للاخ ديال رضا والشيخ. شوف السلام عليكم، كيفاش الشريط الزربيه؟ تعاود علينا قرب لك الميكرو، كي جاك هذا الشيء هذا الفيلم هذا من الاول كيفاش؟ هذا دابا هذا الشيء كامل، هذا الشيء كامل كان ما بين هذا الشخص والزوجه ديالو. ما عرفتكش فعلا، ما عرفتكش. نقول الزوجه ديالو كان بين ذن رضا، حيت شافوه حتى والله تنقول لهم انا والله ما نحشم، والله ما نحشم انا تنقول دابا غنقول لك كاين، انا غنقول لك الحقيقه اخويا ديال هذا الموضوع هذا، والله ما غنكذب. هذا الدري مجوز بهذيك نادا، الاخرى كانت غير من نادا، هذيك هذه المشدوده، هي بحالنا بحالها هي، هذه
هذه كنعرفها وهذه كنعرفوها بحال بحال، ما كاينش حاجه الفرق اخويا. نقول لك الصراحه ديال الموضوع صافي، ملي شافوا رضا دخل لهاد الشيء ودار مع سميتها حري ودا هاد الشيء، تزوج بها بلا اسكتي خنقول لهم اللي كاين، ملي تزوج بها وقضى معاهم اللي كاين صافي، الاخرى غارت ناضت تخرج هذا من الحبس تلقت ليه صافي، بداو هاد الشيء. هذاك عنده مشاكل مع الاخرى ولا فهمتي، والاخرى هي عندها مشاكل مع بيناتهم على قبل هاد الدري صافي، بداو بالمعيور بداو هذا كيعير هذا وهذا كيعير هذا وهذا كيعير هذا. انا قلت لهم انت ما تدخليش في هذا الشيء، خليك بعيده من هذا الشيء، خليهم هما دراري صغار فهمتي، هما باقي في هذا السوشيال ميديا ديالهم وهذا الشيء كله واش كيقول فهمتي، كله هما باغي هذا باغي يطلع القناه ديالو، الاخر باغي يطلع السوشيال ميديا ديالو، كله واش باغي يدير فهمتي. صافي بقات بحال هكا، نعدو تراو مشاكل، دار الريضه خويا شكايه بهذا الشيء اللي وقع صافي، ترى داك المشكل اعتقلوا ديك الدريه، حنا دوينا مع خويا بايد العائله مجموعه، ماشي غنتسناو شي واحد يجي يطلبنا ولا غنجيو حنا. قلنا ليه خويا لقيتك كيفاش سامح، سامح من القلب، انا ما عجبنيش حقيقه، حيت عيد عواشر وعيد كبير وظلماته هي، ولكن هو صافي ناقد شويه المر ستخرج صافي خزانة من الداخل ديالي، وحق الله خويا كندوي معاك من الداخل ديالي بالحقيقة، أقسم بالله إلى حقرات خويا لواحد الدرجة وبأسس أمي. أنا مبارك نبغي نفيتها من هاد السوشيال ميديا كاملة، بقاو كي فهمتي كيدخلوا بشي معيور ديال دابا مثلا غيبغي بغينا نزال نقيس لي مون، سولو واش غنبغي أنا نقدر نقيس لك شي حاجة ديال اللي كتأدي داركم؟ لا طبيعة الحال لا، وراه خاصو كما انا كما هو كما هذا كما الاخر، كنا بحال بحال ضروري كتهزك واحد السيف ديال الاخوه وديال شي حوايج زوينين غيقدروا اللي غيروك عليه. ولكن انا ملي بلاتي ملي هضروا هادو وتلاقاو صافي ودخلوا الناس ودخلوا هادي، انا والله خويا بغيت صافي خلي الميد يدير جراه، خلي صافي بنادم صافي كل غيلقى اللي ليه فهمتي. حتى المره اللي فاتت جينا وكنتي رافض كتقول لهم صافي اعطيوا التنازل اعطيوا هي سامحوا لها ولا راه ماشي دابا هي راه ماشي شهر، راه اداء واحد الشخص اديتي اسمع لا اديتي في شي حاجه كضر الداخل ديالو، انا راه لا اديتك راه ضروري من الداخل ديالك غتنوض وغدوي وغدوي عليا بواحد حيت تغلغل ديال الداخل ديالك. دابا هو دار شي حوايج صافي خاصو فهمتي، الشهر ديال الحبس راه كافي صافي، حنا والله ما باغيين، انا والله ما باغي لها هذاك الشهر. النزار اقسم بالله ولدي ما جابدهاش، حنا ما جبدناهاش قسما بالله، وهذا تصريح من عندي للمغاربه، ولدي مظلوم، هي ظلماتنا باقي اخر سؤال ظلماتنا. هذا كيفكر بزاف وكيقول خويا وصل لهذا المعيور، وصلت امي لهذا المعيور، وصلت علاش هذا الشيء، علاش وصلنا حنا لهذا الشيء؟ حشومه انت ما تبغيش والديك يتعير وانت انا ما تعيرينيش وما تعيريش لي ولادي وما تعيريش لي بناتي. معقوله ياك ولدي ياك دابا عرفتي اشنو اللي في قلبي، عرفتي وجيتي لداري باش تعاملت معاك دابا مثلا دابا هو علاش شي ديال هادشي ديال السوشيال ميديا، ودابا حنا مثلا خلوا لي هاد الفلوس ديالو شكون اللي غيفرح؟ السلام عليكم، راه ما غيفرحني لا انا لا ذاك الشخص لا ذاك الشخص لا ذاك الشخص لا اي واحد، كيقدر يفرح غير الدار ديالو فهمت يا امي. هادشي اللي كاين، مرحبا خويا باش يبقى عبره، مرحبا. العائله حتى هي كتادى في هادشي بطريقه مباشره او غير مباشره، انتم كخوت رضا هادشي اثر عليكم نفسيا؟ ضروره، انت حنا عندنا حومه، انت جيتي وشفتي حنا عندنا الدرب، حنا عندنا ناس، عندنا جيران، عندنا عمام، فهمت، عندنا عائله، عندنا بزاف د الحوايج كما حتى هي عندها عائلته وعندها داك الشيء ديالو، هاد الدري حتى هو عنده عائلته وعنده داك الشيء، كل واحد عنده عائله، ما كاينش واحد غينزل وغيتحط من السما، راه ضروري يكون عنده عائلته وحبابه، هادي ما غاتبغيش حتى شي واحد يشوفك شي شوفه اللي غتقدر فهمتي تضرك الداخل ديالك. اكيد ضروري عاود لينا شي حاجه ترات فيك بزاف، حيت فين ما كدوز كتسمع الدراري كذا جداتو هادي فهمتي، كل واحد كيقول لك ديك الكلمه صافي فهمتي، كل واحد كيقول دابا الناس غير كتشوف فهمتي، كله كيمشي يقدروا يمشيو مع المظلوم ولا اللي ظالم، الناس راه ما عارفاش راه والله ما عارفه، راه كون ما عايش كون ما ناضت شعيراته وتعمر اذا شي واحد مشى عنده، عمر شي واحد دار عمر ريده دار بشي شكايه بشي واحد، عمر جبد شي واحد قلبه كبير، عمر جبد شي واحد سموح ما
ما كاينش بحاله في البحر. لا هو كان كيطلع معنا كاع لايف، كان كيطلع معنا لايف في الامارات انا وخويا. بلاتي ماما والله ما كيسبوا، والله الا والله الا كيطلع معنا لايف. لا ما قدام ولدي هذا وقدام بلاتي هادشي الواقع. ولا سترتيني لي سترك شكون عز منكم وشكون اللي كنبغي انا وشكون اللي عزيز عليا وشكون اللي كنقول لكم انا الا غيرتوه ما نسمحش لكم. اكيد رضا حيت هو الكبير. انا رضا ولدي انا ولدي. انا سمعت في الغاليه والرخيصه على قبل رضا. الغاليه والرخيصه سمعت فيها وصحتي دابت على قبل رضا. اللي مربي واللي مربي راه اكثر من والد. انا هادو كنقول لهم هادو داركم، ولكن هو هو دا هو ولدي الكبير هو. وعلى فكره راه مرضي معايا الا مرضت يقابلني. وملي كنمشي بالقلب راه متصور كيقابلني، وملي كيغسل ليا بزاف الحوايج ويعومني. انا ماشي جيت انا وهادشي خرجت ليه حتى ضغطت علينا بزاف قايده غيتها. وشحال من وحده وشحال من واحد ولا كيضغط علينا، لكن حاسبين الله ونعم الوكيل فيهم. حنا لا تعدينا عليهم، الله ياخذ فينا عشرة الحقوق، وما تعدوا علينا عطيناهم حق واحد ياخذ الله سبحانه وتعالى فيهم الحق. خالتي واختي اه بلاش واحد السؤال سول عندنا نرجعوك واش بصراحه اه هو اللي كيدور معاك ولا انت اللي كتدوري معاه رضا؟ لا انا ما كنتسناش ولدي يعطيني. ولدي كيعطي الناس كيعطي بزاف هكا هكا هكا، كيشري ليا كيشري لي بياس، كيجيب لي هادي كيفرحني، كيجي كيقول لي بيجامات يشري لي هادي، كيقول لي امي اش خاصك ديني للطبيب. وباش نطمع في ولدي؟ ما كنطمع، انا ما كنطمع في ولادي ما كنطمع في بناتي. لا والله ما هاد عاد قسما بالله ما كنطمع في ولادي ما كنطمع في بناتي. هي كاع اللي كتبغي تعاونو تعاونو قسما بالله. وعلى فكره كندير الخير وكنخليه مستور عند الله. بغيت نعمر صندوقي عند الله سبحانه وتعالى. حيت اللي خرج من هي ما خرج من القاهره. قلنا عيطي للناس هاد العيد خليها. لا الله اعلم داك الشيء عند ربي تقيد ليا في الميزان المقبول. وفي ليله الوحدانيه ما ندي والو. انا عشت يتيمه وكبرت يتيمه وبنت الشعب. خالتي انا ما يحقرنيش الانسان وما نتحقرش انا وليداتي. وإلا حقرت الانسان مرحبا كيف بغا راخونا يعذبني. ما تنساش راخونا في اي وقيته والله. عطيهم ميكرو فوقيت في اي مرحبا والله. حنا راه ما هذاك غير لسان، هذاك غير لسان فهمتي. واخا واخا بنادم كيعاير واخا كيسب واخا هادي هذاك غير لسان ما فيه عظم. هو دابا جا عندنا لدارنا وحنا في دارنا في قلب دارنا. قبل ما يجي للدار قبل ما يكون الصلح انت كان عندك لداخل واحد الفكره من الشيء كيخرج لك الخرجات كتقول في نفسك ونفسك. دخلني على قبل الله انت تسمع كيفاش استقبلتك انا؟ استقبال زوين صراحه والله. راه كاين جوك شاهد سولوه عرفتي كيستقبل. ما يمكنش غير جا لدارك. لا جا لدارك جا العار سولو. بلاش دابا نسولك مرحبا لقيت غير تأداتكم بصح. كتظنوا انها خلصات الشهر ديال الحبس كافي؟ الله يسمح ليها. احنا مسامحين احسن هذا شوف خالتي علاش كبرتي في عينين المغاربه؟ هو انك سامحتي قسما بالله. يعني واحد الانسان اللي غادي تسامح وما تبغيش تأذي واحد اخر. شوف المغاربه خوتي المغاربه مواتي المغاربه في عائلتي. انا ما عندي حتى حد الا المغاربه الا المغاربه. انا كنموت عليهم حيت كيبغيوني المغاربه كنموت عليهم. والتحيه من عندي جميع المغربي وجميع المغربي وخارج الوطن وداخل الوطن وتا الناس تبرع تحيه ليهم. انا كنبغي كل شيء. انا خوتي وعائلتي هما المغاربه. خالتي انا عارف قلبك ضرك فهمتيني وانا عارفك محروقه، ولكن غنقول لك المعاناه اللي دوزات غيتها وغادي تعذريني في راسك غيتها. عائلتها ما كتمشيش لعندهم، كتمشي للناس كتشد لوطيل مع انهم عندهم جوج ديال الحمد لله وبخير وعلى خير. ديما في العيد كدوز بوحدها. اول عيد كدوز مع العائله في من عند عائلتي. انا دخلت لدارنا وللعائله ديالي خوالي وهكذا ما عندي ما ندير بهم. ضربوا عليا علاش؟ قالوا لي علاش دخلتي غيتها للدار؟ ورغم هذيك ديك السيده عرفتي ما بغيتش ندخلها ليها لحقاش دوزت شي ظروف اللي هي خايبين. انا عيرتني واش معلول اللي عيرتني؟ انا عيرتكم انتوما واش دعيتها؟ ما دعيتهاش. عارفه نص عقل عارف بان كلشي مخلي عليها واللي فاهم يفهم فهمتوني؟ اه واش كونوا فاهمين؟ واش كونوا بلاتي نهار تشدات غيتها بان شي واحد من بلا ما نهضر بزاف كيهضر عليها. انا اللي بنت كنهضر عليها واي جلسه كنكون حاضر. علاش كدافع على غيتها؟ واش حيت حاس براسك انت هو السبب ولا كاين اشياء اخرى؟ حيت كيبغيهم بجوج. قلت واش انا هو السبب؟ كيبغيهم بجوج دابا. شكون هو؟ كيتخاصم مع هذه يمشي عند هذه يتصرف. لا شو انا لا علاقه لي بهذا السبب فهمتيني؟ انا بعيدا كل البعد. انا فقط بامكاني انني نرجع للور
ولكن ما رجعش اللور ما طاحت غيته وقفت معاه بينت لها نزار انه وقف وقف وقفه رجولي وديما كنصوني ديما كنصوني الرضا عائشه صونيت صونيت على مارت اخر مره صونيت لها مع الصباح عطاتني علاش كنقلب قالت لي ما تصونيش عليها مع الصباح ما ديرش ولكن هادشي كان ولكن علاش 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 انا هادشي باش نطلب خالتي تصيفط لي التنازل والحمد لله كان كلشي غيمشي مزيان شكون ما خرجوش دوك اخر حتى ما خرجاش وداك ما خرجوش كنت انا غنهضر معاه هضرت مع رضا توصلت مع التريفي هو يقول لي الله يمسخك كان داير انه غيصيفط لي التنازل التنازل غادي ندلي به عند المحامي ديالو وغتخرج في اول جلسه مي ملي خرجوا دوك الجلسات وحق دعيت هذا ودعيت هذا ودعيت هذا غيروا لي مجرى القضيه ديالي اذا غيتها ما خرجاتش فشكون السبب غيتها نخليكم نتوما تجاوبوا شكون السبب غيتها ملي بقى حد الان في الحبس نخليكم نتوما تجاوبوا ودابا الحمد لله راه خالتي راه سمعت بانها صيفطات التنازل خالتي وخالتي خالتي خديجه التنازل صيفتي عطيتي لمحامي الحمد لله السيده سقلت بنت الناس وغيتها ان شاء الله على وجه المغاربه وجهكم وجه كل شيء الكبير والصغير وعلى اللي جا طلبني وكسر والو على وجه المغاربه حيت الناس عزيزه عليهم وعزيزه عليهم وكيموتوا عليا وانا تا انا مع المغاربه ومع شوف ومع الله لا تا هو طلبني وقال لي قال لي خالتي قال لي خالتي خديجه عافاك سمحي واسمع كبير وصغير انا الواحد بدون طحه خالتي وماشي ديالك انا انا نهار غادي شوف انا انا الشو تضحيه اللي ضحيت مع غيتها نكون خوها من اللحمه ودما ما تيش عاد ندير معاه بحال هكا صراحه ضحيت كبر بك اسمح لي اخويا خذ راحتك والله نورمالمون انك تقولوه بيه الحمق وعلى حسب ما كتقولوا الحمد لله في هذيك الرجوله اللي ما كايناش عند اي واحد الحمد لله غيتها من نهار طاحت واي جلسه وانا واقف عليها فغيتها ملي غتخرج انا غنشرط عليها شرط واحد شرط واحد غنشرطه عليها وسمحوا لي على الهضره انا غير انا ولا خوتها بوان فين اختارت خوتها فهادشي غيفرحني بزاف غادي نمشيو غتشوفوني فين غادي نوصل فهمتيني راه الا تفرق شو الا خليت غيتها غتشوفوني فين غادي نوصل نورمالمون راه سميتي معروفه وانا قضيه راي عام وعندي واش اعلامي اي حاجه كنقيسها كتصدق ليا انا على الصابر ومبهدل حالتي فراه على ود غيتها ولكن البعض البعض بلا ما نسمي حقروني لا ما يدخلوش لدارنا لا بحال انا غير غادي ندخل لداركم بحال دابا انا غنتزوج غيتها وغنتكسر عليكم في داركم على قلة الديور ساكن في براكة انا ها ما عندي فين نسكن الله ينعس الشيطان راه كتهضر مع نزار راه ما كتهضرش مع شي واحد اللي هذاك التواطع ديالي راه هو اللي خلى دار بويا باش نقول لكم اللي كاين كل من الاول درت بحال الملولي مع تحياتي للملولي كنتو غتضربوا لي 1000 حساب مي انا كنتصطى في السوشيال ميديا وفي الواقع كتكون شخصيه اخرى وبنتكم غيتها راه ماشي لخاطرها مستمره معايا لحد الان حقاش عارفه نزار ديال الواقع ماشي هو نزار ديال المواقع نزار ديال الواقع عنده اكسبيريونس في الحياه كيحلل بزاف ديال الامور كيدير بزاف ديال الحوايج كلمه اخيره نزار كلمه اخيره والله الله يطلق سراح غيتها وانا غادي يرتاح لي الهم حتى غيتها تخرج من الحبس وكنشكر شكر حار لخالتي خديجه ملي دارت التنازل عرفتي ملي شفتها اليوم دمعت عرفتي ملي شفتها اليوم دمعت اخي مراد ما كذبش عليك شفت في التلفازه دمعت راكم شفتوني ما قدرتش مرحبا باقي ما جاونيش واش غيريح حدايا الله يجي سولو باش اجي ريح اصاحبي قلت باسم شنو سول واش معيتيش من الافلام ديالك اللي كدير دابا ساعه ما كتقاداش اصاحبي ما كاين دابا 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 دخول اش كيقلب ما فهمتش خليها قال لك الافلام ديالي ما كتقاداش اصاحبي اش بغيتيني ما نبقاش مع غيتها صافي بدل هذا المحتوى انت الاول ما خليتيش تكون في انت الاول شرشمتي غيتها وطلع علاش من حقك حسيتي جبدتني الاول علاش دابا كدافع عليها ماشي كندافع عليها لا واش كدير في المحكمه كتصلي صلاه التراويح لا انا جيت بحالي بحال الناس بحالك بحال الناس نورمالمون واحد الانسان ما كنحملش ما غنمشيش عند المحكمه لا انا مشيت على قبل انا مشيت لازر يعني هي وجيت عند خالتي الشينويه ما غاديش على قبل وغادي تازر فهمت تسطاو دابا من الاخر ما تبدلش المحتوى ها ما تبدلش المحتوى علاش كتهرب من السؤال علاش كتهرب من الموضوع انا كنسولك ما كتخممش ثاني تبدل راه انت ما جاوبتينيش على سؤالي باش تسولني وجاوبك على سؤالي كنتو في الاول كنتو اصدقاء وكنتو صحاب علاش السبب هذا الدار ما كاينش غدار قدك انت فين عمري بات اش كنهضر معاك بعدا باش نبيع باش نقول لك النهار اللي مشى عندك نزار وقيدا غيتها طنجه وشديتي انا شرح لك خلي يقول لك انا شرح لك واحد واحد زائد واحد كتساوي جوج هذا السؤال سولو واحد انت مليوني هذا لا باش نكون واقعيين حنا واقعيين اصلا كنقولوا الواقع والله قوه خلي خلي جاوبنا المهم شي باص انا عيط له عندي ميرسي على الاساس اننا نتلاقاو زعما نديروا ستوريات وديك الشيء هذاك
من بعد المهم كنا جالسين هيدا في لابارطمون شويه انا عاودت نسيري فلوس ما مش كيقولوا لا مشيتي تعيط على ندى باش تسيري فلوس وندى جابتهم البوليس قال لك انا اللي جبتهم من البوليس ولكن ندى باش عرفاش بانهم ساكنين ديك لابارطمون البار كيتصور في الباركون وكيبان واحد الباركون واحد اللي كاين نقول هضر ديالي قال لي بنت من الخميسات حتى شفت فاس كان تقريبا كان في الشارع عطيتيه يقول الهضره ديالو نقول الهضره ديالي واخا قلت شنو اسيدي الله نجري كندير فيلم مع ندى مشى هضر مع غيتا قال لها جيت خدمي معايا لا باقي كنسالي رزقي باقي يرد لي رزقي قسما كنسالو 10000 درهم وربي الشهاده ليا العواشر هذا قسما بالله يا ربي تخرج فيلم كنت كنتسال عليك اشوم شطره اشوم شطره مشى عيط علينا مشينا حتى لمارتيل صيفط لغيتا 1000 درهم غادي مع علينا ما بينا مشينا للبارطمان لقينا الشراب جاب الله ديت المناجر ديالي لا 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 انا عسنا فقت كانوا الشراب قراي صغار شريتي داك الشراب الرخيص ثم جبتوه الله يمسخك نعلت الله وعليك شكون اللي دخل في ذوك القطه قال لك شوكي راهو كيدافع على غيتا وكيتهم غيتا باننا حنا اللي جبناهم راه اكبر منافق اكبر شيطان منافق داك انت تا غدا واش غادي نقول لك راه المغاربه عارفين اللي كاين هضرت تعيا البوليس كمل اعتقلكم وسط الدار غنقول لك اشنو طرا فقت كنلقى البوليس لابسين كوستيمات كرافطة لعيبات هكا كان فيك القناة داير طانقه فيني فيها هكدا حنا رجعي ناس ما تبقاش تهضر بزاف صافي غير تبقى كتبكي بس لي على راسك قلت لها ما غيوقع والو وانا راه كيتسحب لي حتى انا غنبكي قلت لها سمعني نهضر معاك مزيان قلت لها ما غيوقع والو وعقلي فاش قلتها لك وسبحان الله العظيم نفس المده اللي دوزت في الكوميساريه هو الوقت اللي دوزات ندى في الاخر لقونا ما شدونا لا متلبسين ولا والو الفيلم ديال لانجري صدق خاوي ما لعبوش مزيان اصلا ندى تلميذه ديالي فهمتيني كانت كتعلم مني وعمر التلميذه ما تكون بحال الاستاذ من الاخر انا جبت لكم البوليس وتستاهلوا عبرت عليكم من الاخر او اعترف اعتراف جميل اعترف راه اللي مد الدنيا وغدا الاخره اللي مد الدنيا وغدا الاخره فهمتيني كنقولوا اللي كاين صافي من بعد ما تفجرات القضيه وبان المستور عطى الشنويه تقول لنا اه كي خرج الشنوية ختموا بها كلمة أخيرة ديال العواشر والله يسمح لينا ويسمح ليها ويسمح لكل شيء الله غفور رحيم وحسبي الله ونعم الوكيل على حالة دخلت فيها عمرها ما كانت ليا وانا كنموت على المغاربه وتحياتي للمغاربه خارج الوطن وداخل الوطن وكنموت عليهم حيت كيموتوا لي على ولادي وعلى بناتي صافي عارف عيشه ما عندها عقل يلا يلا